عودة لكم من جديد مع محور الكرة الطائرة. في البداية نرحب بضيفنا في الاستديو محل الكرة الطائرة الكابتن جاسم نبهان، حياك الله معنا. الله يحييكم كابتن. نتكلم عن قمة النجم والأهلي. النجم نبدي معاه، اللي بدأ انطلاقة قوية جدا في القسم الأول لكن يواصل التراجع في القسم الثاني، ايش صار مع النجمة؟ أعتقد نادي النجمة مباراته مع الأهلي أو عامة يعني نادي النجم بداية القسم الأول للقسم الثاني كان حريص على فوز جميع المباريات، خصوصا أنه هو فايز بالدوري العام الماضي، فيحب أنه هو يتربع على عرش المجموعة اللي هي في المجموعة الأولى، يكون يعني الأول في المربع. بس في مباراتهم مع الأهلي حصلت عندهم أخطاء، نادي الأهلي قدر أنه هو يوقف لاعبين الفعالين اللي في نادي النجمة، ممكن أنه استخدم معه تكتيك فني داخل الملعب، توجيه رسالات على بعض اللاعبين اللي كانوا مؤثرين داخل الملعب. يمكن اللاعب المحترف كوستا ما كان شوي فعال في هذه المباراة. لاعبين نادي الأهلي قدروا أنهم يتغلبون على أغلب الأخطاء اللي كانوا يرتكبونها، يعني يمكن تشوف اللي هو أخطاء أخطاء الأهلي أكثر ما بين الأهلي أخطاء أكثر، بس النجم ما كان عنده اللي هو مخلص الكرة. نعم. اللي هو يخلص الفينش، يعني اللي هو احراز البلوك النقاط. الفرق الكبير في البلوك كان عندهم الفرق أكثر طبعا، ويعني يمكن في بعض الحالات الريسك كان عند نادي الأهلي في توجيه الرسالات على اللاعبين، كان يعني لعبهم كان أفضل من النجمة. النجمة ما كان عنده ذاك الحال في جميع الدورانات، يمكن المعد حسين ما قدر أنه يشكل على الشبك، قدر يعني يمكن حب أنه هو يلعب بشكل مختلف عن جميع المباريات، خصوصا ضد الأهلي وهو عارف أن الأهلي عارفه. فنادي الأهلي استخدم اللي هو توجيه رسالات على اللاعب الضارب اللي يكون داخل الملعب، اللي يكون في الخط الأمامي. فكوستا حرز تقريبا 21 نقطة وعنده 11 خطأ. كوستا ويوسف هما اللي كانوا فعالين أكثر مع نادي النجمة. أما الأهلي فكان عندهم ألفيس وكان عندهم محمد عنان وناصر عنان، هم اللي كانوا أكثر فعالين مع تواجد اللي هو اللاعب السنتر بلوك اللي هو اللي كان فعال بعد عباس. فكان لعبهم أكثر جماعي من ناحية نادي الأهلي. تكتيك المدرب أنه هو كان يوقف كوستا لأنه يعرف أن كوستا هو اللاعب اللي هو طبعا أكثر لاعب يحرز نقاط مع نادي النجمة، وأعتقد يمكن هذه كانت استراتيجية المدرب ضد نادي النجمة وقدر أنه هو يتغلب على هاي الشيء، وعلى هاي الأساس يعني يمكن تكونت هذه المباراة بفوز الأهلي. مدرب النجمة في تصريح اللي شاهدناه قبل شوي كان يقول مشكلتنا نفسية كانت في المباراة مع الأهلي، يعني تتوقع أن النجمة خسر نفسيا خصوصا بعد البداية القوية للأهلي في المباراة؟ أعتقد الموضوع مو موضوع نفسي، الموضوع كله فنيات داخل الملعب، مش على لنظرة ثانية مع لاعبين أنه هو دائما يشوفهم يخسرون من الأهلي. الأهلي خسر من محرق، يعني ما أعتقد محرق عنده شيء نفسي مع الأهلي. فيمكن كتحضير حق المباراة أو كأعداد حق المباراة، يعني كل مدرب يتميز بإعداده حق المباراة بشكل من أي نوع من الأشكال. فالأهلي يمكن حضر أكثر على مباراة النجمة وقدر أنه هو يحصل هاي يعني هاي المحصلة من النتيجة، مع أن الأهلي طلع جوني اللي هو محمد عنان صح. في الشوط الثاني، الشوط الثالث ما لعب ولعب أمين، وكان عدم تواجد علي الصرفي بعد في المباراة، يعني هاي اثنين لاعبين مؤثرين داخل الملعب. بس أن الأهلي عنده احتياط، النجمة يمكن احتياطه ما كان فعال بقد احتياط الأهلي، فيمكن هاي الشيء بعد ساعد نادي الأهلي على الفوز. شيء طبيعي إذا كان عندك احتياط في الملعب تقدر أن أنت تأدي بطريقة حتى المدرب يكون مرتاح منها، توجيهات داخل الملعب وتركيز كان بالرسالات الموجهة، حصلت يعني في هاي الأمور، وشيء طبيعي في كرة الطائرة إذا كان هذا الشيء موجود. يمكن مثل ما ذكرت البديل أمين يمكن شارك في المباراة في شوطين حقق فيهم 13 نقطة، يعني نعم أمين كان فعال، كان دوره وايد إيجابي بالنسبة حق الأهلي، لعب دور اللي هو لعب محمد عنان عندك هو الضارب الوحيد اللي في نادي الأهلي، هو اللي طبعا دائما يعني يحرز النقاط اللي هي اللي تكون محصورة مع الفريق. المعد من يتخوف من هو يلعب كرة حق ألفيس أو يلعب كرة حق ناصر عنان يرجع حق محمد عنان مرة ثانية أو يلعب في النص، فكان عنده حل أكثر. حسين الحايكي يمكن مع النجم ما كان عنده حل أكثر غير أنه يلعب حق كوستا. كوستا هو اللاعب اللي هو دائما يكون يعني لما يلعب حق حسن عقيل ويرجع حق علي مرهون فيشوف أنه هو محصور في مكان، فما عنده أحد غير أنه يعطي كوستا. فيمكن الحلول عند معد الأهلي أكثر من معد النجمة.
وخاصة أن كوستا تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، قلنا إذا هو كان في يومه فريق النجم كله في يومه، صحيح لو هو تراجع قلت الحلول عنده الفريق يكون في أزمة. نعم نعم أكيد طبعا كوستا إذا كان في التوب نجمه يمشي، بس يعني ما أعتقد أن في كرة الطائرة الحديثة الحين تحتاج إلى لاعب واحد، يعني يمكن تحتاج حق ستة أكيد أو تسعة لاعبين كل يعني خلص لك لازم طبعا. يمكن مشكلة كبيرة كانت عند النجمة مشكلة الاستقبال، فريق ينافس استقبال على الدوري عنده مشكلة كبيرة في الاستقبال، هذه مشكلة. نعم استقبال كان مهزوز بالنسبة حق يوسف وعلي مرهون، خصوصا عقب دخول علي مرهون وبعدين تبديله مع حسن عقيل، كانوا تقريبا يمكن هاي الاثنين اللاعبين اخطأوا وايد في عملية الاستقبال، وكانت عندهم اخطاء اكثر من يعني حتى بالارسالات، يمكن يعني ما كان ارسالهم فعال، كان ارسال الاهلي فعال اكثر. علي مرهون يمكن اضافة جديدة على نادي النجمة، يمكن يعني توه قاعد يدخل مع الفريق، فريق جديد بالنسبة له، يمكن شوي يحصل رابكة. حسن عقيل لو متمكن هو داخل الملعب عنده إمكانية، إنه خصوصا هو يتمتع باستقبال وايد زين، يعني استقباله يمكن من أفضل اللاعبين المستقبلين عندك في البحرين. فهذين الاثنين اهتزوا في الاستقبال، وكرة الطائرة طبعا مفتاح اللعب الاستقبال، إذا ما وصل الاستقبال حق المعد المعد ما يقدر يلعب على الشبكة، بس لاعبين الأهلي يقدروا إنهم طبعا يقللون الأخطاء، يحفظون الكرة الأولى دائما ويخلصون الكور اللي تطلع من بعد الدفاع، وكان يعني كأسرهم حق الارسال يعني كان يمكن اكثر من النجمه، فحصلت هاي الامور كلها في المباراه. في الاهلي طبعا تالق كذلك عباس الخباز، يمكن في هذا الموسم طلع بصوره مغايره جدا عن الموسم الماضي، متالق نعم. جدا في البلوك في الارسال. عباس حقق 12 نقطه تقريبا وعنده 6 اخطاء وعنده كوره واحده من الدوله زيرو بلوك، يعني ما حد وقفه على الشبك. عباس تألق يعني بشكل ملفت خلال مباراته مع النجمة، لعب بشكل وايد مريح، وكان طبعا يعني عنده إصرار على لعب، يبي ياخذ المباراة، يبي يفوز بهاي المباراة، يبي يعني لاعبين الأهلي يبون يتمون في الأول مثل ما قلت لك، ياخذ الأدفانتج طبعا في المربع أكيد. فتألق عباس شيء يمكن بعد خربط أوراق النجمة، لأن ما توقعوا انه يلعب بهاي الطريقة طبعا، يعني تعودوا على علي الصرفي انه يكون داخل الملعب، بس عباس يمكن قراءته شوي غير عن علي الصرفي، كل واحد له تكتيكه، ويمكن المدرب بعد مدرب الاهلي حاول ان عباس يلعب اكثر، يعني يمكن عباس ضرب اكثر من ميرزا، ميرزا مع انه يعني هو كان اللاعب الموجود وياه، ميرزا حقق 7 نقاط من الضرب وعباس حقق 12، ففي فرق كان بين النقاط بينهم. أدى مباراة من أحسن ما يكون تراولي، وأنا كنت يعني لما كنت أشوفه يلعب ما توقعته طبعا يأدي هاي الأداء، بس كان أداء ممتاز. الأهلي مثل ما ذكرت كان يبي الأدفانتج قبل يسافر للبطولة العربية طبعا، يرجع مرتاح بعد البطولة العربية إن شاء الله، الله يوفقه في البطولة العربية ويرجع بالبطولة إن شاء الله، بعدها يفكر بالمنافسة على اللقب الدولي. صحيح يعني فكان مقسم موسم مثل ما نقول على مراحل. المدرب كان في وضع رياحي، يعني عقب ما اخذ شوطين ارتاح، يعني انا شفته في الملعب قاعد على الكرسي وقاعد اشوف المباراه، ما كان تنشن، ما كان منفعل على المباراه، يعني عطى الفريق كل التوجيهات وكل الامور اللي هو يحتاجها داخل الملعب، قدر انه هو يعني شاف فريقه انه هو مسيطر على هاي المباراه، اخطاء فرديه بسيطه ما بين اللاعبين، لكن الفريق يعني كان حاط اهميه حق هاي اهميه المباراه كانت اكبر، خصوصا انه هو يعني بيختمها وبيمشي، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في البطوله العربيه أكيد. وبعدين طبعا رجوعه حق من بعد البطوله هني بيكون طبعا الشيء يعني اللي الوايد يعني ينخاف منه، يعني نتمنى ان الاهلي يروح ويرجع بطل ويواصل اللي هو مشواره بعد حتى في الدوري. صح. عموما احنا نطلع الى الجماهير الاهلاويه نشوف ارائهم وانطباعهم حول الفوز في الديربي الكبير امام النجمه في تايم اوت. الزميل عبد العزيز الاخضر. الصراحة اليوم الفوز مالنا يعني كان معنوي ويفو وقته، واحنا كنا واثقين انه بنفوز، بس كنت انا اتمناها الصراحة 3-0، بس تهاون من بعض اللاعبين، مو تهاون يعني كأنهم ضامنين، وشوي عندنا شوي المعد شوي راح للكورة الغلط، المفروض ما يروح للكورة الأولى، دائما الكورة الثانية، والمدرب تأخر في التايم اوت. اتوقع التحضير الذهني، جدية اللاعبين في التمارين تنعكس على مجريات المباراة. احنا حاليا تصدرنا، نتمنى الاداء يكون اقوى في المربع. فريق متصدر اكيد بنرضى عنه، متصدر وان شاء الله ان شاء الله من البطولة رايحين. والله انا اتمنى الصراحة اي فريق يجينا ثلاثتهم، اي فريق وحتى لو النجمة بينا بعد افضل، حياها الله. احنا نبي فريق، عندنا فريق رجال في الملعب يقدرون يحسمون، وليهم مواقفهم، وإن شاء الله بيشرفونا
وبحققون ان شاء الله لنا انجاز طيب يفرح الجماهير كلها اللي جت اليوم. اهلي مستعد لاي فريق، النجمه، دارش لي، محرك، اي فريق ما دام هو الصدر قادر على اي فريق ياخذ المباراه منه. مو مهم اي فريق، اي فريق يجي المحرك، دار كليب، النجمه، حيا تعال. الاهلاويه اخذوا الصداره وقالوا هيا تعال، ينتظرون اللي بيهم في المباريات النهائيه. طبعا نستعرض بقيه نتائج الجوله الثانيه عشر. دار شليب يتفوق على بني جمره بثلاث اشواط دون رد، الاهلي على النجمه اللي تكلمنا عنها، النصر يتفوق على بسيتي بثلاث اشواط دون مقابل، كذلك المحرق على اتحاد الريف. كابتن، نبدي مع دار شليب وبني جمره، فوز سهل نقدر نقول، بس كان مهم لدار شليب. دار شليب طبعا اكيد مباراته هاي اللي لعبها، يعني لعبها مع بني جامره، طبعا اكيد يعني بيكون له فوز معنوي اكثر، لم شمل اللاعبين شوي مره ثانيه، رجوعهم حق المنافسه مره ثانيه. طبعا بعد الوقفه الحين اعتقد انه يعني كابتن فؤاد اكيد يعني مخصص يعني حصص تدريبيه وبدنيه، ويمكن انه هو قاعد يرجع اوراق الفريق مره ثانيه وعودته حق المربع، وطبعا نتمنى انه هو يعني يقدم المستوى المطلوب منه في المربع. فوزهم كان جدا معنوي بالنسبه حق دار شليب، وكان الفوز انه يعطي دافع اكثر، ثقه اللاعبين داخل الملعب اكثر من خلال طبعا المباريات الاخيره اللي خسر فيها. بالنسبة لمباراة النصر والبسيتين، النصر يجدد التفوق على البسيتين، البسيتين لازال في دوامة مثل ما نقول تغيير المدرب ونتائج سلبية. البسيتين في علامة سؤال على اللاعب صادق إبراهيم اللي طبعا ما شفته مع الفريق، كان متواجد معاهم في البداية والحين أشوف أنه مو متواجد معاهم في البداية، ما أعرف شنو هي الأسباب. طبعا صادق إبراهيم اللاعبين المؤثرين داخل الملعب، لاعبين أصحاب خبرة اللي هم يقدرون أن يتحكمون يعني بأجدرية داخل الملعب. بسيتين عنده لاعبين طبعا غير صبيح وغير المحترف، يعني ما عنده لاعبين ثانيين، جدا متواضع خلال مباراته مع الناصر. الناصر فريق يعني تقدر تقول كلهم يلعبون كجروب واحد، متعلمين على بعض، فريق العائله مثل ما يسمونه يعني، وقدر انه هو يتفوز على بسيتين مره ثانيه بسبب انه ممكن عنده قراءه جيده بالنسبه حق بسيتين وبالنسبه حق الفرق الثانيه. فريق يعني لاعبين كلهم شباب صغار، ويمكن الطاقم التونسي اللي موجود عندهم قاعد يشكل في خدمات اللاعبين داخل الملعب وقاعد يضبطهم داخل الملعب اكثر. بالتاكيد يعني 3-0 نتيجه بالنسبه حق الناصر وايد زينه، قله اخطاء اللاعبين اللي موجودين داخل الملعب ادت الى هاي النتيجه، وشيء طبيعي. يمكن بالنسبه للنصر والبسيتين فريقين يمكن ابتعدوا كثير عن سباق المنافسه بالدوري، لكن تتوقع قادرين يظهرون بصوره مختلفه في بطوله الكاس؟ في الكاس صعب ان انت يعني تقدر ان انت تشوف يعني هاي الفريقين، خصوصا دلين الفريقين مجروحين، يعني ما تقدر تطالع منهم اي شيء غير انهم يؤدون المستوى المطلوب منهم. بس اتمنى ان في الكاس تكون في مفاجات من الفرق الصغيره على الفرق اللي هو الفرق الكبيره اللي موجودين في الملعب. حلو يتغير شكل المنافسه. اكيد طبعا، يعني فريق صغير يحاول انه يفوز على فريق عود، يعني هاي شيء بالنسبه حق الدوري عندنا يسبب يعني تفاعل اكثر بالجماهير، تفاعل حق يعني كل اللي تساؤلون يعني شلون فريق صغير فاز على فريق عود. بس الفرق الكبيره طبعا، بس النصر مو فريق صغير يعني عموما. النصر مو فريق صغير، بس اللاعبين اللي موجودين صغار، تقدر تقول ان اللاعبين صغار. ناصر فريق عود، الخبره راح تخذلهم تتوقع؟ طبعا اكيد، يعني ناصر فريق عود، فريق بطولات، فريق طلع لاعبين وخرج اجيال من اللاعبين، يعني لعبت كره الطائره. النصر نادي يمكن نادي اللي يملك كره الطائره فقط، يعني ما عنده شيء ثاني غير كره الطائره. فاتوقع ان في الكاس بتكون شوي الحسبه صعبه، خصوصا ان في اخراج مغلوب يعني. بس على الطرف الثاني بسيتين يملك لاعبين خبره، لكن ما شفنا منه مستوى. بسيتين يحتاج حق توظيف لاعبين دائما يكونون موجودين، يعني الخبره مو كل شيء. الخبره لا، الخبره مو كل شيء. طبعا المدرب له دور، مثل ما قلت لك عقب خروج غازي دخول حمد عيد الحين في التدريب، يمكن حمد يقدر انه هو يوظف اللاعبين، بس يحتاج حق وقت، ويمكن هو دخوله على الفريق شوي متاخر ما قدر انه هو يضبط الفريق بشكل يعني يمكن انه هو يناسب الفريق اللي هو قاعد يمسكه الحين. ممكن انه هو يغير فيه وايد اشياء، بس طبعا تغيير الامور هاي كلها تحتاج وقت. اكيد. المباراه الاخيره المحرق واتحاد الريف، مثل ما ذكرنا على النجم انه بدا بصوره جيده وبعدها بدا تراجع، المحرق العكس، بدا بصوره سيئه والان يواصل عروضه الجيده والمنافسه بقوه على المقاعد المؤهله. والله محرق يعني شكله مثل ما يقولون ديزل، يعني يشتغل متأخر شوي. فبدا بداية يعني كانت شوي مو زينة وقاعد ينتهي الحين في نهاية زينة، وهاي الشيء يعني حق مصلحة الفريق
يعني يكون طبعا من الاشياء اللي نحن قلنا نحسبها يعني في الفريق اشياء زينه ممتازه، ان الفريق كان في يعني نازل ومره واحده قاعد يطلع فوق، قاعد يطلع في الكيرف، يعني قاعد يؤدي مباريات افضل وافضل، خصوصا مع الفرق الصغيره وحتى الفرق اللي هي الفرق المربع اللي قاعد يلعب معاها. مباريات المربع من عقب هاي المباريات بعد بتكون غير، ومحرق يعني اثبت دائما يثبت جدارته قدام الفرق الصغار عقب ما فاز على اتحاد الريف، يمكن بعد عنده مباراه ثانيه مع بني جامره ويبتدي عقب طبعا اللي هو مشكلته انه يتوه في القمم، يعني المباريات الكبيره والله محرق دائما يكون في القمه يعني. بس ترى هو عن حسابيا قادر يوصل للمركز الثاني، قدر يعني يقدر يوصل حق المركز الثاني طبعا عقب خساره دورج ليب اكثر من مباراه، قدر انه هو يوصل في حسبه لها اشواط وعليه اشواط نعم. يمكن قليله، فقدر انه هو يوصل حق المركز الثاني وحقق يعني اكثر النتائج، يعني كانت مثل ما تقول فوزه 3-2 على الاهلي، كان يعني يفضل انه يكون 3-1 علشان بعد شوي يطلع فوق، فيبي يفوز 3-0 بس عن الطمع الفوز اهم شيء. حرق يبي يفوز في كل شيء اكيد. يعطيك العافيه كابتن، نشكر لك تواجدك معنا. شكرا. شكرا لك. طبعا مشاهدينا وصلنا معاكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج تايم اوت، نلقاكم ان شاء الله السبت المقبل في حلقه جديده، الى اللقاء.